اهلا وسهلا بالجميع. اليوم غنشارك معكم واحد الديزاين درتو للحمام الثاني اللي عندنا جوج حمامات، واحد درتو حمام مغربي والحمام ديال الضياف ولا الحمام ديال ولدي حولته حتى هو. هذا هو الحمام كان قبل، هكا شريناه، هكا فاش تبناوه في 2005 هكا داروا الديزاين ديال هاد الحمامات. فاش رحنا وشرينا الدار حاولنا غيرنا منه شي شويه، غيرنا داك الكونطوار، درنا كونطوار خامه، غيرنا لافابو، حاولنا لعبنا على الفراشات وديزاين اللي كاين لداخل شي شويه على الفراش باش كيعطي شي شويه ديال الاناقه. هنا كتشوفوه غير عادي سامبل حيت حيدت كاع داكشي كامل باش صورت، كنا في المرحله ديال التغيير. كان ضروري خصنا نغيروا هذا الحمام، وكان ضروري خصني ندير شي حاجه اللي يا غندير شي حاجه بلا ما نبقى نعاود ندير جوج خدمات، غندير خدمه واحده. وهذا هو الحمام بعد البلو مارين ولا البلو نوي. باش نوصلوا لهاد المرحله لهذاك الحمام اللي شفتو غادي نديكم معايا في التفاصيل. كان ضروري خصنا نحيدوا كل شيء اللي كتشوفوا من الجليج. هنا كتشوفوا واحد جوج انواع ديال الجليج، هنا هانتوما كتشوفوا حيدنا كل شيء، وكتشوفوا انه كاين منبع واحد ديال لافابو ماشي جوج ديال، كان عندنا غير لافابو واحد، غادي نحولوا انه من لافابو واحد غادي ندير جوج ديال لي زافابو. الا جو عندك الضياف ولا على الاقل كاينين دو زافابو في الغاست باثروم ولا في رغم ان احنا ما كيجوش لنا الناس الضياف بزاف. المفاجاه في هذا الحمام هذا هو انا دخلت فيه جاكوزي. زوج ديالي كانت ديما تيقول لك غندير الجاكوزي في الباك يارد ولا في الجردة اللور ديال الدار، وانا ديما كنحس انها غادي تاخذ لاسباس وما غنستافدوش منها، يعني مره وخصك ديما لا مانتونونس ديالها. انا مخدمه دابا باش تنستالي الجاكوزي. انا عندي نصائح كتير غادي نشري معكم، ضروري وضروري ومؤكد انهم غادي ديروا الروح ديال الضوء بوحدو. كيجيو الناس كيقول لك اوكي، اللي عنده دي فوا كتلقى الناس عندهم التواليت من موراها لا كويزين ولا من موراها دي اذر باثروم ولا بيت النعاس، وكيجروا خيط غير من اللور. غلط، حيت ديك لا بريسيون ديال الضغط ديال الجاكوزي اكيد غادي يطيح لكم المكانه كل مره، ما عمركم غادي تستمتعوا بها. ضروري خاصك ديروا لها روح بوحدو منفصل تماما عن الدار، وما تاخذوا حتى شي كستونسيون. غادي يقولوا لكم نو عادي، ماشي عادي حيت المشاكل اللي غتلقاو من بعد ممكن غتكون مكلفه اكثر. انا كنوريكم الغوا. دابا انا خديت فيديو ديال الحمام من الباب مع لي زاكس والشكل النهائي ديال الحمام. فضلت يكون لو بلو مارين ولا بلو نوي، الزرق مع الدوغي. اختاريت هذوك النوع ديال المرايات خصيصا على هذاك النوع ديال الجليج مع ديك النوع ديال الفراشات ديال الارض. درت واحد الكادر ديال بحال شكل فنتخ نافذه، شريتها بالبيض وصبغتها بالدوري. انا اللي صبغتها بصراحه، مي كان بغا يلصقها ليا المعلم تماك. هاد الحمام خدا تقريبا واحد الخمس ايام باش وجد. هانتوما كيف ما كتشوفوا التفاصيل ديالو، جا كيحمق جليج داير بحال شكل رخام. هاد المعلم اللي صايب لي هاد الحمام هذا دار لي ليسباس، انا قلت له ما بغيتش ليسباس، باش تعرفوا خصكم تبقاو واقفين على الشغالات ديالكم. دار لي ليسباس، قال لي راه ما غيكونش، ورغم ذلك كان. دابا نوريك انا كيفاش صلحت هذاك ليسباس وكيفاش حاولت خليته حتى هو ديكور مختلف. هنا كنوريكم الكورتن، كنا غادي نديرو الباب ديال الجاج وجبناه، مي لو بروبليم اللي عندي هو انه الجاكوزي ماشي فلات، ماشي على مستوى مسطح. كاين دابا نوريكم في التصويره المشكل اللي عندي. دونك الباب غادي يبقى غير يلعب. كان الحل الوحيد اللي عندي في هذه الحاله ديالي انني ندير الكورتن. استعملت ما هو ذهبي لي زاكسسوار مع البلو مارين، بغيت نخلي جوج ديال الالوان طاغيين. انتما كتشوفوا كاين 11 جات في الجاكوزي، كاين 11 جات
قويين قويين فريمون، بحال راكم جالسين في الجاكوزي. حنا الكومبلكس اللي ساكنين فيه، المجمع اللي ساكنين فيه، فيه لي زامينيتي ديالو، فيه البول، وفيه بزاف ديال الحوايج. ما كاينش ما حسن تكون عندك المسائل ديالك في وسط دارك، انت تختار التوقيت وقتاش غادي تدوش وقتاش غتستعمل الجاكوزي. ولا ملي كيكون دابا حيت غتسمع واحد الصوت ديال الدفع ديال الماء، والاضواء كتغير لون بلون ملي كيكون خدام. طبعا هنا شاور عادي، صافي دير، ماشي ضروري غير هذا مختص غير بالجاكوزي الا بغيتي تكمل عظيمات كيف ما كنقولوا. مي كذلك كويك شاور، ولا جبتي راسك وفي الاخر بغيت تنوض تغسل شعرك، ولا كتلقى عندك عندك بجوج، بغيتي واقف الشاور بالواقفيه، بغيتي جاكوزي هي موجوده في نفس المكان. هذه كابنت العرض ديالها العمق ديالها 8 انش. انا دخلتها في الحيط، انا كنوريكم كيفاش، وغادي نقرب شي شويه صوره باش تشوفوا انها راه كبيره على كيف ما كتبان برا. علاش دخلتها؟ حيت انا عزيز عليا نحافظ على السباس بلا ما نقتل الجماليه ديال المنظر. غتبان شي حاجه خفيفه، مي السباس الداخل ديالها 4 انش راه عندي في وسط الحيط ودخلتها على الحيط. انا نحاول ما امكن نخدم باش تعرفوا، باش تشوفوا الضغط ديال الماء كي داير في البدايه. شي حاجه اللي هي اكثر من رائعه، انه فريمون ما ندمتش، والحمد لله انني ما درتوش برا، درتو لداخل. كيبقى ديما عندك داك الاختيار وقتاش اي ساعه تمنيتي. ها هو ها كيف ما قلت لكم راه دار لي لاسباس ما بين جليج. اشنو درت انا؟ شريت من بعد ما سالا هو الخدمة ديالو، مشيت شريت لك سبراي جولد، الرشاش الذهبي، وبقيت كمان نعمر هذيك البيوضية ديال الكراوت اللي حط تماك. انا كندير فيه الملحة ابسم سولت اكيد. هاد الفيديو هذا قبل منه كانت واحد التحميمة بالنسبه ليا. بصراحه زوين. انا عندي حمام مغربي، بمعنى بغيتي تعرقي وبغيتي تعومي حمام مغربي جميل جدا. كذلك هذا بالنسبه ليا هو اسرع من الحمام المغربي، حيت كنقولوا دخلي تفزقي ولا دخلي تعرقي، حيت الضغط ديال الماء. فوالا الملحه دارت الرغوه بحال راه دايرين جل. كيف ما قلت لكم الضغط ديال الماء كيكمد العظام، او ميم طون كتحس براسك فزقت. يعني حتى الا بغيتو تحكو كتجي فاسيلمون. مشيتي للحمام المغربي راه اكيد غتحك، جيتي لهنا اكيد كذلك ما غتفقدش هذيك لوبسيون اللي عندك في الحمام المغربي. هنا انا كنوريكم من الداخل، داخله الجاكوزي باش قدرت ناخذ هاد لي صور. هو حمام كيبان صغير مي من قبل دابا كيبان واسع، حيت حاولت لعبت على لي كولور ولعبت على الاضواء. وبغيت نوريكم انني غيرت الفرشه من الدوري الاخضر، الاخضر مع الزرق، الاحمر مع الزرق مع الدوري. ها انتم كتشوفوا الجماليه ما فقداتش الجماليه ديالها. الخضر عزيز عليا هذا الخضر، انا ايمرالد جرين المغلوق جا كيحمق. انا كندخل كنبقى غير نشوف فيه مره. جربت الاحمر جا روعه، واحد النوع ديال الاحمر جا روعه، الاصفر جا روعه. انا غادي نوريكم الصوره ديال الاصفر. ها هو الصفر كذلك عنده رونق. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشاركوا مع احبابكم. ميرسي على المشاهده.